استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية، والذي استمر عدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية. تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية، منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها.